السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة مشاريع زراعية. في الفيديو الفات وعدتكم انه حصور لكم الطريقة بتاعت القص. لازم يكون القص من تحت على نفس المستوى هذا عشان الدرسين ينبت بصورة كويسة. ده طبعا القص اليدوي. طبعا في القص بالماكينة في انواع كثيرة من المكاين للقص. يعني شوف المستوى على ارتفاع 3 أو 4 سنتي من الأرض.